سامي النهارده بقى بيتكلمنا عن الابراج الاجتماعيه والغير اجتماعيه. قبل الفاصل يا سامي اتكلمنا عن البنات وشفنا مين فيهم اجتماعي ومين لا. دلوقتي الرجاله بقى. اوكي. الرجاله اتقل شويه في الحته دي عن البنات يعني. بس في ابراج اجتماعيه قوي اما مش اجتماعي خالص. برج الحمل. راجل الحمل اجتماعي جدا. راجل الحمل اجتماعي جدا جدا، كله من اوله لاخره. ووش بشوش، ويحب التهريج والضحك، ويحب ويتعامل مع اي حد، مش فارق. الحمل اللي في ثلاثه او اللي في اربعه اجتماعي جدا وكويسين وطيبين جدا. دايما بيتعامل على سجيته راجل الحمل. برج الثور مش اجتماعي، وبيفصل ما بين الشغل والصحاب والحاجات الامور الشخصيه والعيله. وهو مودي جدا. ممكن حد من قرايبه او اخواته او حاجه وتلاقيه قافل، يعني على حسب موده. على حسب موده بيقدر يتعامل، لكن هو بيحب يعامل الناس كلها بالشياكه، لكن ما بيحبش يبقى سمك لبن تمر هندي، يحب كل حاجه يعرف يفصل مكانها. ما بين كل حاجه كويس جدا، وبيعرف يحط كل حاجه في مكانها، وبيعرف يخلي اللي قدامه بسياسه جدا ما يحسش ان هو متنك عليه او شايف نفسه او حاجه. بيعرف يرد او بيعرف يبتسم ابتسامه وهو بيرد، عارف امتى يعمل ايه. بيعرف يركب شخصيات كتير، وبيعرف يعمل ده من غير ما حد يزعل منه او يتضايق منه. حلو قوي. اوكي. هو اجتماعي بس بمزاجه قوي. وبيعرف ما يغلطش نفسه. نيجي لبرج الجوزاء. مش اجتماعي خالص راجل الجوزاء. مش اجتماعي راجل الجوزاء. لازم تخشي وتخبطي ويقول لك يا يا لا عشان يبقى اجتماعي. ودايما فاصل جدا 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 ما بين الصحاب في حياته الشخصيه او عمليا. عمليا هو رايح يشتغل وبس، اذا ضحك او اتكلم بيبقى في حدود بسيطه جدا جدا جدا. ما بيحبش حد يتعدى حدوده، ما بيحبش ياخد الامور بعضها، لان هو شخصيه عمليه جاده جدا جدا جدا. حتى راجل الجوزاء حتى لما بيهرج في حياته الشخصيه بتحسي ان هو جد برضه. دمه تقيل يعني. مش عايزين بس بتوع الجوزاء يزعلوا مننا. مش دمه تقيل، بس هو لازم حد يحركه. اوكي. ما بيعرفش يبقى هو يتحرك منه لنفسه. اوكي. مش اجتماعي. مش اجتماعي يعني. نيجي لبرج السرطان. برج السرطان في الولاد اجتماعي جدا، اجتماعي جدا وطيب جدا. لكن لما بيلاقي حد بيخش له دخله مش حلوه او اجتماعي مع كل الناس، مش في شغله وفي حياته الشخصيه والعمليه، اجتماعي في كل الحاجات. لكن لو حد جه دخل له دخله مش عاجباه هيتنك جدا عليه، وهيركب الموجه يعني، وهيضايقه. هيضايقه بطريقته بقى، هيوريه رده هيبقى جامد عليه. لكن هو اجتماعي جدا جدا، وبيعرف يتعامل مع كل الشخصيات ومع كل الكاتيجوري ومع كل الناس. نيجي لبرج الاسد. برج الاسد دايما بحس انه لابس ماسك، ببين حاجه بس هو حاجه تانية. برج الاسد في الاول يبين لك ان هو اجتماعي وان هو مرن وان هو اوكي، لكن هو مش اجتماعي. هو في الاول بس تحس ان هو مرن، عايز يديك انطباع غير غير حقيقته. لان الاسد طول الوقت بيدي انطباع في البدايات مش حقيقته، وبعد كده بتبان على حقيقته. لكن يبان في الاول ان هو اجتماعي، بعد كده هو يبتدي يحط لك حدود، سواء بقى قريبته شخصيا عمليا اي حاجه. اوكي. يحب يعرف بس انت مين او انت مين، وبعد كده يبتدي يحط لك حدود. اوكي. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء شخصيه موديه جدا 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 جدا. في شغله وهو بيشتغل عايز يبين ان هو بتاع يعني هو بيشتغل، فبيبقى جد. لكن ممكن يهرج مع صحابه اللي في الشغل بس ما يكونوش بيشتغلوا، يعني هو اجتماعي. يعني هو وقت الشغل جد. وقت الشغل دلوقتي احنا بنشتغل او بيعمل حاجه، وقت الخروج هو جد جدا ورخم جدا وممكن يعاقب جدا. ممكن بعد شويه خلاص الشغل وقاعدين بيهرجوا، يقعد يهرج ويضحك ومفيش مشاكل خالص. لكن وقت الشغل صعب، ما بيحبش التهريج. لكن ممكن يهرج بره نطاق الشغل مع اصدقائه بتوع الشغل، وفي حياته الشخصيه بيهرج واجتماعي ولذيذ ودمه خفيف وكل حاجه. وبرده من الابراج الذكيه اللي بتعرف ترد او عندها رد جاهز على اي حاجه بتحصل في حياتها. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان بيفصل، هو مش اجتماعي، هو بمزاجه، لانه شخصيه موديه جدا جدا جدا. وفي الشغل عاده ما بيحبش يبقى عنده اصدقاء او اصحاب،
لان هو بيحب يبقى فورمال وجد جدا عمليا. حياته الشخصيه برضو لازم يبقى حد واخد عليه قوي عشان يفك، لكن غير كده ما بيبقاش اجتماعي. هو مش اجتماعي قوي يعني. نيجي برج العقرب. برج العقرب اجتماعي جدا، بس لازم الطرف اللي قدامه هو اللي يجي ياخد المبادره. لان هو بيخاف، هو حساس جدا، بيخاف حد يحرجه. لكن هو اجتماعي وطيب. بس دايما لازم الاطراف. برج العقرب طيب؟ ما ده العقرب. ايوه، ما انا بقول لك برج العقرب طيب. برج العقرب في الرجاله طيب. اوكي فالرجاله طيب بجد، ملناش دعوه بجد. زي ما الجوزاء زي ما الجوزاء في الولاد اطيب من البنت. في اكتريه الابراج يعني دي اصدقها اكتر من العقرب. لا، العقرب راجل العقرب طيب. راجل العقرب طيب، بس مين بيتعامل كتير. مع مين؟ مين بيتعامل مع مين؟ معلش، ما احنا ما نجيبش برج قوي زي راجل العقرب وست الميزان عقرب وبتتعاملوا مع بعض، هيضربوا طول. بس معلش، كل الناس بتشتكي من العقرب ان هو عقرب. على فكره ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. طب ما برضه بيقولوا على الجوزاء انه شخصيتين. ما فيش الكلام ده يا جماعه. لا، شخصيتين هو 100 شخصيه. ما 100 شخصيه، مش شخصيتين بس. صح. اوكي. لكن العقرب مش مخيف للدرجه دي. ممكن نخاف من بنات العقرب، لكن ما نخافش من ولاد العقرب. اوكي، هما الاثنين يعني. لا، اللي صدقيني كل الناس فيها الحلو والوحش، بس انت اتعاملتي ازاي اكيد ومين بيتعامل مع مين. طيب. اوكي، خلصنا العقرب. راجل القوس. راجل القوس طيب واجتماعي جدا جدا جدا. اكتر ناس بس فيه مش اجتماعيه او دايما بتحب اللي قدام عيله تبتدي، هو اللي من 1 12 ل 10 12. دول بيبقوا جادين شويه، عمليين قوي قوي. لو حد جه اتعامل معاهم بيبقوا اجتماعيين جدا، لكن هم ما يبتدوش. لكن اللي في 11 واللي في اخر 12 اجتماعيين جدا. برج الجدي في الولاد شبه شويه من 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 برج ال من برج الثور. هو يبان ان هو اجتماعي في البدايات واجتماعي، لكن هو بعد كده يتنك، عنيد هو شويه. اجتماعي ولذيذ وكل حاجه، بس تحسي ان هو لابس ماسك وهو اجتماعي، مش هو، لان هو مش على حقيقته. راجل الجدي، راجل الجدي مودي جدا جدا جدا، شبه العذراء والثور، موديين جدا جدا جدا، وعلى حسب موده بنشوف هو رايح فين. برج الدلو. برج الدلو اجتماعي اوكي، لكن هو شخصيه موديه جدا جدا جدا. لو اتحط في ان هو بقى حد اسم او حاجه قويه او بوزيشن عالي يتنك، لكن هو في العموم اجتماعي. لكن لو اخد بقى عنده سلطه سواء ماديه او عمليه، هنا ما يبقاش اجتماعي ويتنك ويشوف نفسه. لكن طول ما هو عادي اجتماعي جدا جدا جدا. حلوه. اوكي، نيجي لبرج الحوت. برج الحوت اجتماعي بس بمزاجه برضو. برضو اجتماعي بمزاجه، بس هو مودي اكتر من ست الحوت. مودي يعني على حسب هو بيتعامل مع مين. ممكن تلاقيه في نفس الوقت بيتعامل مع حد هو حبه جدا فسايب نفسه جدا، ومع حد تاني مختلف. بس هو طول الوقت عايز يبان للناس انا مش بتاع حد. ولو لاحظ ان حد اخد عليه شويه تلاقيه رجع نفسه ورا خطوتين. انا مش بتاع حد، هو بتاع نفسه بس. هو مش اناني، هو اجتماعي وكويس وكل حاجه وطيب، لكن ما بيحبش حد يفهمه المنى نهايه او ياخد عليه المنى نهايه. اوكي، عشان يعرف ينطلق براحته. هو منطلق كده كده.